وتقديري عظيم للوجوه الكريمة التي لا أعرفها وللوجوه التي أعرفها وللذين قطعوا مسافة ساعة وأكثر لحضور الأمسية في هذا المكان الجليل المبارك. هذا العمل الأدبي الذي بين أيديكم كتب بين السنوات 1990 إلى 1992 على شكل مسودة، وتم تنقيحه بين السنوات 2010 إلى 2012، ويرجع الفضل بمضمونه للأديب القدير الأستاذ محمد نفاع حين قدم لرواية الأولى أجراس الرحيل التي صدرت عام 1989، حيث يغلب على مضمونها الخيال وهي تتحدث عن معاناة فتاة خنثى، ويناسب موضوعها جيل المرحلتين الإعدادية والثانوية. وعندها نصحني بتدوين الواقع، فلم أجد أفضل وأمتع وأولى بالمعالجة من واقع بعض الشخصيات المرموقة والمغمورة المهمشة في قرية الحبيبة بيت جن أرض الصمود. ولذلك كان الإهداء الأول إلى من يقدرون الأرض ويعطونها حقها، إلى الذين كافحوا وصمدوا بعز وكرامة في أحداث الزابود. أستقي الأفكار من آمالي وأحلامي وآلام الناس فيها بادرة بين صفحاته بعض المعاناة لمعظم أبناء المجتمع العربي الدرزي في دولة إسرائيل، وخاصة الفتاة التي تعاني من الحصار العاطفي والاجتماعي والثقافي والسلطة والذكوري في تلك الفترة، وأيضا قضية الانتماء، فلربما فكريا وروحيا تنبض بعروقهم القومية العربية، ولكن جسديا ينجرون وراء الانتماء الصهيوني لأسباب منها توفر، وأضعها بين علامتي تعجب واستفهام الحياة الكريمة. وهذا ما جعل الشخصية المركزية بالرواية ثريا الماضي وليس عبثا اختيار الاسم، فالثريا هي مجموعة كواكب في عمق الثوري، وسميت بذلك لكثرة كواكبها. وكم نقول شتانا ما بين الثرى والثريا لعلو قيمة وأهمية الثريا. وأما العائلة الماضي فيعود ذلك إلى ماضي العرب العريق على زمن الجاهلية وزمن النبوة والعصور اللاحقة الأموي والعباسي حتى سنة 1258، حرق المكتبة وسقوط بغداد. ولهذا تكتب البطلة في مذكراتها صفحة 182: لهفتي عليك يا أيام الجاهلية، أيام العرب الحقيقيين، أيام نصر الأخ لأخيه، فهو مع أخيه على ابن عمه، وهو وابن عمه على الغريب. ولكن اليوم الغريب تغلغل بيننا وهو معنا على ابن عمنا وعلى أخينا وحتى على أنفسنا، رغما عن أنفنا الثمن سنوات ضياع تدملون بها في الحضيض. ولما هذا جعلها تختار وتتزوج بعد صراع طويل مع النضال المعاني من ضعف جنسي من مجدي سليمان، والمنعوت أحيانا بالرواية بالمجد، وما هذا إلا تفضيل بعض أو معظم أبناء الشعب العربي وبضمنه الدرزي الذي بدمه النضال المجد، أي العيش تحت كنف دولة إسرائيل وليس أي دولة عربية أخرى، رغم إيذائه لها. وليس عبثا شوه مجدي بالرواية بمتاجرته بالمخدرات التي ضرت أولا بأخيها الحبيب وليد، صفحة 244. نعم عليها التمعن بكلماته، ليس فقط لتتعرف على محنة فداء أيام خدمته في الجيش، وإنما لتتأكد من أقوال هذا بين تعجبين المجنون عن نضال.
أصحيح هو من ضحى لأجلها وتخلى عنها لأنه يحبها ولا يريد أن يظلمها معه؟ هو يشعر بمدى مناشدتها للاستقرار تحت كنف الزوجية ويحس بتفجر أنوثتها أمام الرجولة. أهذا مذكور في الدفتر إياه؟ وهل إن تأكدت إن هذا لصحيح فماذا سيكون موقفها؟ كيف سترد وتجيب؟ هل ستردم أيام العشرة الجميلة مع مجدي وترجع لتتخبط بمشوار حياة تائه مع نضال؟ هل حقا الواجب يملي عليها أن تقف جانبه ولا تتركه وحيدا في محنته؟ أم تنعمها بالغزل المترف وتذوقها للذة الحياة مع المجد يقصيانها عن مساءلته ونصرته بنضاله، وهي من سوقت للحظة الولوج لنفسها عند التقاء الجسدين؟ وأما فداء فلقد فدى روحه لأجل القضية، وأما الطفلتان أحلام وأحلام، فلي وقفة طويلة معهما في الجزء الثاني من الآمال المعتقة. والمعتق خاص بالنبيذ المحرم على بني معروف، ولكن كلما عتق أصبح أغلى ثمنا وأطيب طعما. صفحة 347. بدأ بفتح الدرج المقفل لنقل الأفكار الموشوشة المثقلة ذاكرتها بالآمال والمترعة نفسها بالآلام، وشرعت تحبر أوراق مذكراتها مستهلة بالعبارة الآتية: أنا رغم كل شيء سعيدة، ونار بيتي ولا جنة المجهول، وآمالي المحرمة المشبعة بالوجد والحنين المشرعة أبوابها للمجد والنضال. كلما عتقت أصبحت أكبر وقعا وأكثر قيمة وأغلى ثمنا. أود التنويه لأسلوب الرواية، فاستخدامي للضميرين المتكلم أنا والغائبة هي له هدف، ومذكراتها التي كتبتها بالضمير الأول تتحدث عن ماضيها العريق. فعندما يقول الشخص أنا فإنما يعتز ويفتخر، وهي كجميعنا تعتز وتفتخر بماضي العرب المجيد. وأنا الكاتبة هدية كتبت عنها بضمير الغائبة هي، لأنها بعد خطبتها للمجد لم تدون ولم تحبر أوراقها، وبقيت الأفكار تتكدس في ذاتها المعطوبة. صفحة 273. لن أعيد ما ذكرته سابقا بأنها بعد الخطوبة لمجدي وبعد الزواج لم تدون المذكرات ولم تحبر أوراقها بما يهاجمها من أفكار وأحداث وهلوسات، وإن سطرت مرة على بعض قصاصات الأوراق ما يدور في خلج مفتون مزقته وأخفته في مغاور نفسها الهائمة بالمجد. كأن تكتب عندما تعج الذاكرة بالماضي، يأتيني مجدي بلمساته المسحورة وبضمة واحدة منه أحسب أن الماضي مجرد ماض ولن يعود ولا دخل لحياتي به الآن. هناك أمر آخر أريد توضيحه، وخاصة لمن واجهني أو تحدث بغيابي فلامني على وجود بعض الإباحية بالرواية. فأنا حقيقة أحترم الرباط الزوجية، هذا الرباط المقدس، وأحبذ العلاقة السليمة بين الزوجين ومن ضمنها العلاقة الجنسية. ولهذا كان أيضا إهدائي لزوجي إلى كل من يتدثر بزوجته وكأنها عباءة حريرية يشد نعومتها لجسده العاري وتاج ملوكي يسطع فوق هامته ولا ينتعلها كحذاء يدوس به في وحل أوهامه وجموحه وضعفه.
والدليل على ذلك صفحة 16، وككل مرة في الليالي السعيدة يبثر مجدي زوجته ثريا بحبه ورجولته، ويبثها لواعج شوقه، ويغمرها بعطائه السخي من شتى ضروب الحب. وأما هي فلا تبخل عليه ولا تحرمه من خيرات جسدها، ولا تتوانى للحظة في تحقيق ما يرغب فيه، وهما في دفق النشوة وبلوغ قمة البسط والسعادة. فالسنوات العجاف وليالي الحرمان التي مرقتها بعد طلاقها من زوجها الأول تلح عليها لأن تكون كريمة معه ولأبعد حدود الكرم. وليس هذا فقط، وإنما مأربها وهدفها يتعدى ذلك، وهي التي تحترم الرباط المقدس، رباط الزوجية، ومستعدة للتضحية حتى بمبادئها كي تحافظ على سلامة البيت، وكي يتعلق بها زوجها أكثر، وكي لا تزوغ عيناه على الجنديات الجميلات التي يتربصن لإيقاع الضحية، وهن قادرات على إغراء أي رجل. وكم بالحري مجدي الذي يشع جمالا ورجولة وتتمناه أي فتاة. وعدا عن ذلك، هو من علمها وعودها ألا تخجل في سهرات الحب الجميلة هذه، وهذا من حقهما. فلا فرق بين الزوجة الدرزية وبين أي فتاة يهودية أو أجنبية متحررة تمارس الحب مع زوجها الذي يعبدها ويقدسها. ولا يخفى عليها ما اكتشفته من خلال حرفها للقصص والروايات التي كانت مدمنة على قراءتها قبل الزواج، إن إحدى أسباب فشل العلاقة الزوجية بين الزوجين حين يشتم أحدهما روائح الخيانة هي الخجل في الممارسة الجنسية، فيفعلان ذلك فقط لإنجاب الأولاد وكواجب عليهما، وقد يضطر أحدهما للبحث عن اللذة خارج هذا الإطار المقدس، فتسمح المرأة لنفسها بالتعري من خجلها أمام عشيقها، وينفض الرجل غبار تحرره الجنسي على العاهرات. وأخيرا، شكرا للأخت الشاعرة أمال عواد رضوان، التي لولاها لما تعرفت أنا وزميلاتي الأديبات المبتدئات على هذه الأجواء الأدبية الجميلة الرائعة.